سيد أحمد، لبيك. أنت حضرتك قلت إن في الطفولة كان في هذه الروعة. نعم. وهذه والفل والياسمين والجمال ده، وأنت زي الياسمين يا شيخ. الله يسعدكم يا سيدي. المدرسة بقى، المدرسة كان فيها إيه بقى من مظاهر الاحتفال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت عندنا شيء يسموها الوسائل. الوسائل هي عبارة عن وسيلة مقصود بها ورقة حائطية جدارية. آه طبعاً عندنا ده. هذه الوسيلة لازم أن يرسم فيها الشجرة النبوية، البيت المحمدي، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يعني كل فصل، ويكون كلنا نجتمع في فصل واحد. مثلا لو المدرسة فيها 6 فصول أو 10 أو ما شابه، إن شاء الله إذن ستكون 10 وسائل أو 6 وسائل على عدد فصول المدرسة، ونتنافس بقى أني أني وسيلة تكون أحسن وأكثرها جمالا وأكثرها بريقا وأكثرها ألوانا وأكثرها إبداعا. فكان والدي جزاه الله خير، هو خطاط وعمي الله خطاط. الله. فكن دائما أستعين. أول مرة أعرف المعلومة دي. شوف إحنا عشنا بقى لنا قد إيه، بس أول مرة أعرف إن الوالد خطاط. فهو يخط خطه جميل جدا، فكنت أستعين به. استنى بقى يعني. طبعا يا سيدي، أحلى المخطوطات تكون عندك بإذن الله. فكنت أستعين به في مثل هذه الأشياء، وأسأل ونبحث، ولسيما أن والدي كان دائما يضعني في صغري في الزاوية، والزاوية عندنا هنا مثل الساحات يعني. طب. فنذهب إلى هذه الزاوية فنتعلم، نعرف فيها أشياء كثيرة. فكنت أمتاز على بعض الطلاب ببعض المفردات أعرفها من خلال الزاوية. كنت يعني فنكتب بقى وتطلع اللوحة بقى، يا لا فالفصل يفوق بقى. بالضبط، ولله الحمد والمنة. فكنا دائما فصلنا في مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، أو في مدرسة سيدنا خالد بن الوليد، أو في مدرسة سيدنا الفاروق. هذه المدرسة كلهم في طرابلس ولا كان في الجبل الأخضر البيضاء؟ في الجبل الأخضر. درست في هذه المدارس الثلاث، فكانت دائما الوسيلة التي فيها الفقير الحمد لله رب العالمين متصدرة يعني. يعني أنوار حضرة النبي صلى الله سلم تفوح على الكل، وانت منفوح يا سيد احمد. آمين. ربنا يجعلك دائما كده في نفحاتي وفي انواري وفي آمين. بركاتي. آمين. يعني كمان اللوحات كانت بتضاء وبتزدان بانوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نتعلق بها جدا ببعض الرموز فيها، القبة الخضراء ما معناها، والروضة ما معناها. اطفال صغار ما كنا نعرف هذه الاشياء، فتعرفنا من خلال هذه الوسائل في فترة المولد النبوي الشريف. وأي حد يتعلق بحضرة النبي، وحضرة النبي أنا متصور أن حضرة النبي هو الأطفال في كل عصر، حضرة النبي علقهم بذاته صلى الله عليه وسلم، وعلقهم بنوره، وعلقهم وغير الحياة. يعني أنا متصور أن رسول الله لما جاء طفلا فحصل ما حصل في الإيوان، وحصل ما حصل في النار، وحصل ما حصل في كل الأشياء دي. حضرة النبي لما تصدع الإيوان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وكأنه بيهز النفس الأمارة بالسوء، فيأتي الأطفال في ميلادهم في نفس مكسورة خلاص، بعدت من الالتحام بإبليس اللعين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده شق صدره، عشان يبقى أنوار الطفولة. ولما تنطفئ النيران، تنطفئ نيران الصراعات. حضرة النبي لما وصل أطفأ، يعني إذا كانت الدنيا لم يظهر لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الصراعات، ما الذي سيحدث؟ وهذا مصداق قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. مش وما أرسلناك منذ أصبحت رسولا، لكن ما أظهرنا وجودك إلا لكي تكون رحمة. فلما انطفأت النيران، انطفأت نيرانات الصراع وانخفضت، يعني الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية، لو ما عدم ظهور حضرة النبي كان تفانى الناس. وفي أصلا في كائنات تفانت، ولذلك وجود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حجر زاوية للحفاظ على البشرية. ولما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل كل ده، حضرة النبي كان أمان للناس.